تقدم وتضيف الكثير وشكرا. جامعة المتسيدة محمد بوضياف والمكتبة الرئيسية العمومية بدرين القاسم ينظم بيت الشعر هذه الفعالية العالمية للغة العربية، وجاءت تحت عنوان أو تحت شعار الإصلاح العلمي والتنمية في اللغة العربية تحت شعار حضارتنا في لغتنا. وليتفضل الآن معنا فضلاً وإكراماً منه عميد كلية اللغات، أو نظراً لظروف معينة لم يلتحق تنوب عنه مندوبة رئيس قسم المستعملين في المكتبة الرئيسية الأستاذة زي مليكة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي أنزل على عبده القرآن عربيا مبين، والصلاة والسلام على من هو أفصح العربي والأجمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نيابة عن السيد مدير المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية الشهيد بودراي بن قاسم، نرحب بالحضور الكريم من أساتذة ودكاترة كل باسمه، كما نرحب بالطلبة والحضور الكريم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية المصادف لـ 18 ديسمبر من كل سنة، والذي أقرته الأمم المتحدة في إطار دعم وتعزيز تعدد اللغات وتعدد الثقافات، وذلك بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة. وفي هذا اليوم الدراسي الذي يجمعنا بكم اليوم من تنظيم بيت الشعر الجزائري مكتب الوسيلة، فهو شريك اجتماعي فعال في الحقل الثقافي بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، فبالتوفيق للجميع، وأرجو أن ينال هذا اليوم الدراسي مشاركة. أنا أول مرة يعني كنت في المنبر، ليس الترشيح بحرفتي لكني شاعرة وأديبة، ولكن عندما يطلبني إخواني وأصدقائي ألبي بكل فرح. اللغة العربية هي آلة عجيبة، لكل أمة من الأمم لغتها، واللغة العربية هي التي تشكل هوية وطننا الكريم. اللغة تشكل هوية كل أمة وشخصيتها، وتحافظ عليها وعلى كينونتها وأهمالها، يمثل معولا هتاما لهذه الشخصية. ولقد كانت اللغة العربية على امتداد أكثر من 14 قرنا لامتدادا للغة الفرنسية التي كانت تسود كل العلوم الإنسانية والتطبيقية، التي شهدت ازدهارا في كافة المجالات. ومن ثم ينبغي أن نجد الآليات والأساليب والسياسات التي تحافظ على اللغة العربية كيانها أمام المتغيرات الحديثة بفعل العولمة والكونية، وهذا يتطلب جهودا استثنائية على المسؤولين والباحثين، ويكمل هذا الجيل الذي يتمسك بها، مما لا شك فيه أن الحكومة تسعى لتطبيق هذا المنطلق، ولكن هناك عقبات لا يجب علينا أن لا نذكرها. إن أردنا أن نحافظ على هذه القيمة من القيم الكبيرة التي حافظنا عليها منذ القديم، التي نعتبرها ونعتز بها، على سبيل المثال على ذلك أن ننشئ جيلا محبا للغة العربية وحريصا على تعلمها وإتقانها، وكذلك أن نعلمها لهم تعليما جيدا، وأن نتخاطب بها دوما فيما بيننا. بذلك نكون قد مررنا بالمرحلة التأسيسية من دور الحضانة وإلى رياض الأطفال، ومرورا بكافة المراحل الدراسية، وذلك يلعب دورا
كبيرا في ترغيبهم ومحبتهم لتعلمها. اللغة نحبها منذ زمن، هي في نفوسنا، هي آلة أبائنا وأجدادنا، تقمنا عنها وتعلمناها بالوراثة ليس بالتعلم فقط. هناك مؤسسات تربوية وتعليمية وإعلامية تستخدمها كمادة أساسية، وهناك من المؤسسات من ما زالت تستعمل اللغة الأجنبية كأساسا في وثائقها أو في المخاطبة بها. ولهذا اليوم نحن بصدد الاحتفال بهذه اللغة التي ميزها الله سبحانه وتعالى وأنزل بها كتابه الكريم، لنضيف، لا نقول أن نكون ملمين بكل ما تجود به هذه العظيمة، هذه الآلة العجيبة، لكن نضيف القليل ولو كلا بما بإنائه يفيض. هناك معنا إخوة يجيدون وهم أعتبرهم فرسان في هذا المجال، نتيح لهم الكلمة ونتيح لهم المجال. الجلسة الأولى بإذن الله تعالى سوف يصعد معنا إكراما الدكتورة هذي العنجة، تفضلي معنا أستاذتي. الأستاذ الدكتور مخلوف، مفتاح مخلوف، أظن أنه تعذر عليه الحضور. الدكتورة عائشة بن حافظ من جامعة البشير إبراهيم غائبة. دكتورة سعدت معنا، دكتورة حكيمة بشريك فضلي معنا لو سمحتي، بنيامة طالبة فضلي معنا، وإن هناك طلاب يجدون فضلي دكاترة. وهناك أيضا رقيق دكتورة أو أستاذة رقيق آمنة فضلي معنا، دكتور سليم جلول كان حاضر تفضل معنا دكتورة. أظن الجلسة سيديرها أناس أكفاء، أناس لهم الباع في هذا المجال، شاكرين لهم الحضور، شاكرين لهم تعب ومشقة المجيء، شكرا لهذه النفوس الطيبة الساعية دوما لخلق الفارق، لخلق الإبداع، لخلق الأشياء الجميلة التي نقوم بها في هذا المجال الثقافي. لست أدري أن أرحب بهذا المثل الطيب أو هذا المضاف الكريم متمثلا في لفيف الأساتذة والشعراء الذين أبوا إلا أن يأتوا معنا أو يعني يكونوا معنا في هذه الصبيحة المباركة للاحتفاء باللغة العربية، هذا الاحتفاء الذي يصادف سنويا يعني ذكرى سنوية هي 18 من شهر ديسمبر من كل عام، ويعني وإن الإنسان لا يخجل أن يجعل للعربية يوما وحيدا يحتفل فيها بها، إذن العربية هي لغتنا يجب أن نعتز، رغم أن نعتز بها ونفتخر بها، يعني اللغة العربية ما تزال لغة غطة طرية حية نعتز بها في كل أيامنا وكل أوقاتنا، يكفي أنها لغة الوحي ولغة الرسول عليه الصلاة والسلام، أكرمنا الإسلام وأكرمنا الله عز وجل بها. كما قلت أرحب بهذا الجمع الطيب وهذا المحفل الكريم، وأنا سعيدة جدا بتواجدي بينكم لأول مرة في أعطي المطالعة بالقسم بندري على ما أذكر. سعيدة جدا كذلك بملاقاتي لزميلتي أستاذة الشاعرة والكاتبة الحبوبة عفاف، يعني كنت أعرفها على صفحات فيسبوك فقط، اليوم وجدتها حاضرة معي، وكذلك الأستاذة الشاعرة زهيرة صفار طبي، سعيدة جدا بأني يعني أتعرف عليهما لأول مرة هنا في هذا المحفل الكريم. الله يعيشك. أرحب بأساتذتي الأفاضل.
هذا اليوم المبارك، ولعل من بركاته هو هطول هذه الحلقة على صبيحة هذا اليوم إن شاء الله. يعني كما كلفت منذ قليل من طرف الأستاذ الدكتور عقاب وهو مشكور على أن أترأس هذه الجلسة نيابة عن الزميل الدكتور مفتاح خلوف، هذه الجلسة الطيبة فيها كم من مداخلة مع زملائي الأساتذة، ولعل بدايتها مداخلتي موسومة ب لذلك يعني من هذه الأسباب التي أدت إلى إهمال اللغة العربية و يعني وضياعها إن شك صح التعبير، لكن يعني نتوسم خيرا إن شاء الله في هذا الجيل وفي الجيل القادم على أن نعود إلى اللغة العربية واستخدامها وتوظيفها في كل مناحي الحياة، ويعني سواء في المؤسسات التربوية أو التعليمية أو في الإدارات، الإدارات على الوثائق تكون بالعربية، ولما لا؟ ما العيب في ذلك؟ مفهوم تطوير طرق تدريس اللغة العربية، اللغة العربية لغة حية وليست لغة ميتة أو جامدة، بالعكس متطورة وقابلة للتطوير. مفهوم، وهي قابلة كذلك إن كما قلت لي تطوير اعتماد وإصدار يعني دوريات بشكل دوري تتحدث عن العربية ويعني تدعو إليها. إن خير ما أختتم به هو أبيات جميلة للشاعر الكبير حافظ إبراهيم، أعتقد أن هذه الأبيات أحفظها منذ يعني سنين، منذ المرحلة المتوسطية حوالي 40 سنة أو 35 سنة، لما يعني يلوم على اللغة العربية وما آلت إليه فيقول ولعلكم تحفظونها: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقمي في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع قولي هداتي، إلى أن يقول أنا البحر في أحشائه الضر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ يعني اللغة العربية لغة ولودة، لغة غنية، لغة يعني كبيرة يجب أن نهتم ونعتز بها. هذا باختصار يعني حذفت الكثير من مداخلتي، هذا باختصار عن اللغة العربية وعن أهميتها وواجبنا نحن يعني يعني كأساتذة وكطلبة وكمحبين لهذه اللغة أن ندافع عنها وأن ننتصر لها دائما، وبارك الله فيكم وشكرا. بمختلف أنواعها أو لغتكم، حتى المثقف فينا، حتى المثقف فينا ربما زي ما في بيلي تحدثت على أن ربما الموجود في 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 الجامعة هو أن العربية تعم في قاعة الدرس. أنا أقول لها حتى في قاعة الدرس لا توجد عربية، لا توجد عربية خالصة، وحتى المعلم الذي يدرس العربية إذا أو بمجرد خروجه من القاعة يلجأ إلى لغة أمه ويكلم طالبه الذي أو طالبه الذي كان يكلمه في القاعة بالعربية يكلمه بلغة أمه، وهذا ما أفسد العربية، لأن هذه اللغة لغة الأم تمتاز بكثير من السهولة، تمتاز بكثير من اقتصاد الجهد، فتجدنا جميعا وربما أقول بصفة مختصرة الطبع غلب التطبع. نحن نريد أن نطبع باستخدام العربية الفصحى، ولكن يغلب دائما أو دائما علينا طبعنا فنعود إلى لغتنا. أعتذر على الإطالة وإن كنت لم أمس جانب كبير من المداخلة. الأساتذة الفضلاء يعني لم يتركوا لنا ما نضيفه وأتوا على الأخضر واليابس، وإن كنا نتقاطع معهم في ما ذكروا فإننا ربما نختلف معهم في بعض الطروحات التي يعني في اعتقادي اسمحوا لي إن كان رأيي هذا متطرفا أنه لازلنا نكرر الخطاب الكلاسيكي القديم لربط القرآن وأضر بها الاستعمار ولغة الشعر ولغة كذا ولها من الخصائص ما يفضلها. يجب أن نفرق أيها الحضور الكريم بين الاستعمال بين واقع نعيشه وبين ماضي عشناه، ما نفرق بين ذلك. صحيح هي لغة القرآن وحفظ الله عز وجل بالقرآن الكريم، ولكن كل قديم محفوظ، حتى الأزهار هي الحجارة لا تحفظ المدح لم تضيع. أن نفرق بين كيف تحفظ هذه اللغة، أتحفظ على ألسنة أبنائها استعمالا واقعا أم أنها تحفظ في متحف؟ الأعاجم والأعاجم يتكلمون اللغة العربية، يتكلمون بها حينما يقرأون القرآن الكريم، لكن في استعمالها في واقعهم يستعملونها. وأخشى ما نخشاه
أن يكون حالنا مثل حال هؤلاء، أن لا ننطق بالعربية إلا حين الصلاة أو حين قراءة القرآن، لأنه محفوظ بالقرآن فلا بد لنا من أن نتكلم. واعذروني البرواقة المتطرفة، نعم اعذروني اعذروني. كيف ننهض باللغة العربية؟ اللغة العربية تعيش تحديات كثيرة فرضها علينا الوضع الذي نعيشه، وليس قضية الاستعمار، هذه قضية استعمار خلاص، تعدل الاستعمار من خصوص بلادنا. 60 سنة، 60 سنة هذه زمن كافي لأن نغير من أحوالنا، يعني كان زمن كافيا يسعفنا في أن نغير حالنا وأن نعيد القطار بدايته وينطلق ويصل، يعني 60 سنة ولازلنا نتابع مع قضية الاستعمار والاستعمار والاستعمار، يعني حق الاستعمار أضر كثيرا باللغة العربية، لكن كان لنا من الوقت كثير حتى نتدارك ضعفنا وأن نعيد الانطلاق. انظروا إلى بعض من الأمم التي انطلقت في غضون 10 و20 و30 سنة، يعني انطلقت وصارت من أقوى الأمم، يعني وما الحضارة إن صح التعبير، وما الحضارة اليابانية خير دليل، يعني استغرقت الحضارة اليابانية حتى عادت الانطلاق وحتى وصلت إلى ما وصلت إليه. إذا القضية مش قضية استعمار بقدر ما هي قضية عزيمة وإرادة في أن نتشبث في أن نتشبث بأصالتنا وبتاريخنا. في لو ننظر في تعليقات أبنائنا على المنشورات التي توضع في فيسبوك، أولا في كتابة المنشورة وفي التعليق عليها، أي لغة تستعمل في التعليق؟ حتى في الكتابة صاروا لا يكتبون بالحروف العربية، رموز يكتب اللغة العربية بحروف أجنبية، صاروا يسمونها اللغة الفيسبوكية أو اللغة العربيزي، هذه مصطلح جديد، مصطلح دخل غزو، مصطلح العربيزي، مصطلح عربيزي، لغة الفيسبوك لغة عربيزية، يعني لغة عربية بحروف أجنبية، بحروف إنجليزية، فرانكو عربية، واحد المصطلح دخل جديدة، نحن في غفلة عما يحدث. نحن نزلنا نتكلموا، يعني تسمحوا لي نزلنا نتكلموا على غفلة كما كيف لا حبيبي وما زال يستطيعوا في التدخل في عمري، والوقت يداهمنا والتطور سريع والضغط سريع جدا. اسمحوا لي لو كان أقول لكم هناك انفصال، وانفصال بين جيلنا وبين جيل وبين أبنائنا. احنا جيل السبعينات والثمانينات مازلنا نتكلم في مستوى، وأبنائنا الآن راهم في مستوى عالي محترم خلاص، والله ما على بالي شنو نقولوا. توصيات، يعني خلال ما ذكرته في المداخلة، ضرورة تضافر الجهود العربية لتعزيز مكانة اللغة العربية بالتوسع الدولي والوطني، استخدام وسائل تقنية فعالة للعلوم إلى المتعلمين باللغة العربية بأدوات التعليم المبرمج واستبدال الحوسبة، وكان هذا الكلام ذكره الدكتور والأساتذة، وأجهزة الاتصال الإلكترونية، تنظيم دورات تكوينية مستمرة في اللغة العربية وقواعدها لفائدة كل من أعضاء هيئة التدريس، وهذا الكلام ذكره إسماعيل، في مختلف الأطوار التعليمية بالنسبة للذين يدرسون المواد العلمية، لأن الأساتذة اللي عم يدرسوا المواد العلمية عندهم اللغة الدارجة اللغة العامية جدا. تحسين المستوى اللغوي، وايضا قائمين على اجهزه وسائل الاعلام العربيه المتنوعه المكتوبه والمسموعه والمرئيه، وايضا العاملين بها وحاضرين على تقديم البرامج والحصص باللسان العربي الفصيح، والتقليل من البرامج الناطقه بلغات اخرى، ولا يكون ذلك الا بشهاده ذوي الكفاءات والمهارات اللغويه من باحثين واعلاميين وغيرهم. دعوه المجامع اللغويه الى الزياده في بذل الجهود من اجل ايجاد مصطلحات علميه وتكنولوجيه للمخترعات الحديثه، وذلك بالرجوع الى ما تمتاز به اللغه العربيه من سمات وخصائص. العمل على تطوير المعاجم العربيه العلميه التقنيه حتى نواكب التطور العلمي، يعني المتخصصه المساعده على تخفيف الصعوبات التي تحد من العقبات التي تقع حاجزا امام العلماء والباحثين. الحد من الاستعمال العربيزي للغه العربيه لغه فيسبوك، وذلك بالعمل على توعيه الشباب بمكانه اللغه العربيه ودعم المشاريع التكنولوجيه المساهمه في خدمة الكتابة العربية، وتكثيف الجهود من قبل المجامع اللغوية العربية ومختلف المؤسسات لتوصيف اللغة العربية حاسوبيا مثل ما ذكرت الأستاذة سابقا،
وعبر مختلف التطبيقات والأجهزة التكنولوجية الحديثة يجب في دورنا نحن العرب والمسلمين في خدمة العربية وتقييتها، لأن اللغة بأهلها وناطقنا بها، لأن اللغة بأهلها وناطقنا بها. شكرا على الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أرحب بهذا الجمع الكريم جميعا، واسمحوا لي أن أخص بالذكر نماذج لعل النموذج الأول الأستاذ عقاب الخير رئيس المكتب الميلادي لبيت الشعر الجزائري، ومن خلاله نحيي المكتب الوطني في مقدمته الأستاذ الكبير الأستاذ سليمان الجواني، نبلغ التحايا ونستعملك قبلها إليه. ثم بعد ذلك الأستاذ العميد الأستاذ عبد الرشيد مرميز، يعني ممثلا للأسرة التربوية من جهة وللأسرة الفنية من جهة أخرى، وسعدت كثيرا برؤيته اليوم. على يساره عميد الثقافة أستاذنا محمد بثقة، سعيد أيضا بأن رأيته اليوم. ثم آتي إلى عميدة المبدعين حسناء عفيف إبراهيمي، شاكر لها أيضا هذا الحضور وهذا الاهتمام. طبعا ذكري لهؤلاء لا يعفيني من أن أحيي الجميع من زملاء ومن مشتغلين بقضايا اللغة العربية والقضايا الثقافية بشكل عام. أستاذ عز الدين عمال قد يعني اعترف وأقر في البداية بأنه سيكون قاصيا. في الحقيقة مداخلتي هي أقصى بكثير مما توهمه الأستاذ أو تخيله أو تمثله، ولا أراه إلا عين الحقيقة وعين الموضوع. فإن قسمت على العروبة مرة فلقد تضيق بكحلها الأهداف، مع الشاعر نزار قباني. فالعربية أحيانا نضر بها من حيث لا نعلم ومن حيث لا نشعر، وفي الحقيقة ما ضرنا سوى عواطفنا المستباحة في كل اتجاه في اللغة وفي سواها، ظنا منا أن التغني والتمجيد والتقديس حتى قد يعيننا في حل مشكلتنا التي نعانيها. وفي الحقيقة مشكلتنا لا تستقر في استعمالنا اليومي للغة العربية بقدر ما نلمسها في أقسام اللغة العربية في تعليمية اللغة العربية، وهذا هو الداء. أما هذه اللغة الفورية، سموها عامية، سموها لغة ثالثة، سموها لغة هجينة، سميها ما شئت، الحقيقة هذه من مقتضيات الحياة. أو تظنون أن الفرنسيين يتحدثون الفرنسية الرسمية في الشارع وفي البيوت؟ أبدا. لذلك دعونا نتفق في البدء وفي الانتهاء عن أصل المشكلة وإطار المشكلة. واقع اللغة العربية في مظانها وفي بيوتاتها، أقصد بذلك الاستعمالات الإعلامية، يعني أنا في السيارة وأسمع مذيعا، ربي يغفر له ويسامحه، يعني سقوط خيط كهربائي، يعني هذا كلام من المفروض عنده إطار معرفي، وأنت تثبت في قناة رسمية وطنية والناس يسمعوك يستأمنوك على أسماعهم. وبالتالي مداخلتي سأنطلق مباشرة المصطلح العلمي وخصائص اللغة العربية. أطرت الحديث عن خصائص اللغة العربية بعجالة ولا أضيل بإذن الله تعالى، لن أضيل. خصائص اللغة العربية بما تتقاطع فيه بالمصطلح، ذلك أن المصطلح هو لغة العلوم، بل هو مفتاح العلوم أو مفاتيح العلوم كما ولد هذا العنوان في كتاب الخوارزمي، وهو من علمائنا الأشاوس، نعم، مفاتيح العلوم للخوارزمي.
ولست أدري لماذا تركنا هذه القضية من ورائنا يعني في مداخلات اليوم، لست أدري، هذا سؤالي يعني يطرحه على الزملاء. أما اللغة العربية فنسيت فقط أن أستدرك أن الشعر يخدم اللغة العربية، الإيداع يخدم اللغة العربية. جبران خليل جبران عنده واحدة المقولة أطرحها بعجالة، حين يموت شاعر ترثيه اللغة، تقف أمام قبره وتبكيه. ألا لأنه قد مات في هذا الشاعر طاقة، إبداعية تجديدية يمكن أن تنفخ في هذه اللغة من أسباب النمو وأسباب حتى الانتشار. ذلك أن الشعر كونه ظاهرة فنية أيضا يمكن أن نسوق. ولكم في نزار قباني من الأمثلة ما لكم، نزار قباني هو الذي فتح كما يقول هو فتح حدائق الشعر لعامة الناس، فصار الشعر يقرأه العامي ويقرأه ويعجب به ويقرأ به. حاجة اللغة العربية اليوم إلى مواكبة الركب الحضاري أعتقد هي من الأولويات ومن اهتمامات الاهتمام بالمصطلحية كمجال، أيضا واحد من اهتمامات الباحثين والمفروض المشتغلين بتطوير الخطاب اللغوي العربي إن شئنا. ضرورة التحول من خطاب العاطفة إلى خطاب المعرفة. قبل قليل سمعت بأن اللغة العربية هي لغة القرآن، نعم على رأسي. ولا تظنون أن اللغة العربية وحدها هي التي حملت القرآن الكريم كونه الكتاب المقدس. الهندية حملت الفيدا، حتى نقضي على هذه ربما الشماعة هذه بأن اللغة العربية لغة القرآن. حتى لغة الهنود حملت كتابهم السماوي اللي هو الفيدا، ودرسوا ودرس الهنود لغتهم انطلاقا من هذا الوازع. نعم لغة القرآن، لو لم يهيئ الله تعالى لهذه العربية أن تحمل القرآن الكريم والله ما تحمله. لأنها لغة في الأصل سامية، أصلها واضح، بدأت مع سام وحام عليهما السلام أبناءه عليه السلام. وبالتالي لست أدري هذا الزعم بأن اللغة العربية هي لغة آدم في الجنة. أنا لست أدري من أين هذا، لم يرد في القرآن الكريم ولا في الآثار ولا في الحديث النبوي الشريف أن لغة آدم عليه السلام كانت لغة الجنة. هاي العقل. أكثر من هذا، من أعطوني آية من القرآن الكريم تقول بأن لغة العرب، حتى أقول لغة العربية، لغة العرب هي لغة أهل الجنة. يسمى الأندونيسيون والأتراك يتعلموا الكل في الجنة حتى يتعلموا اللغة العربية. الذي خلق الجنة والنار لا يعجزه أن يخلق ما لا نعلم. والله تعالى يعني قد يجعل في الجنة من أسباب التواصل ربما ما لا نعرفه. لأننا نحكم على الغيب بمعطيات الآن، نحكم على حياة هي في الغيب وهي مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وإنما حد اللغة في أصوات مسموعة. المصطلح بنية لغوية مركبة تندرج ضمن لغات التخصص. ومن خصائص اللغة العربية في ذلك، لأننا حين نفهم خصائص اللغة العربية بالمناسبة نحن لا نميزها عن باقي اللغات. يقول خصائص اللغة العربية بمعنى أن هنالك خصائص اللغات الأخرى، عندها خصائص. فخصائص اللغة العربية إنما هي خصائص اللغة السامية، لأن اللغة العربية احتفظت بتلك الخصائص دون اللغات السامية أو اللهجات السامية الأخرى، وتمثل اللغة العربية ربما النموذج أقرب إلى الأصل السامي لمواصفات تركيبية صوتية دلالية تندرج ضمن المؤنث والمذكر، المثنى والمفرد والجمع. ذلك أن الفرنسية لا تحتوي على القيمة العددية اثنان، ولا اللغة الهندية الأوروبية بشكل عام لا تحتوي على المثنى، إنما هنالك سانجلي وبلوريال، لا يوجد المثنى الذي هو قيمة عددية تمتاز به الساميات بشكل عام، والعربية إحداها.
لعل من أهم تلك الخصائص أيضا نشرع الوضوح والدقة. اللغة العربية هي لغة صافية، كنقول الصفاء هنا نعني بأنها تسمي الأشياء كما في الواقع أو أقرب إلى صورتها في الواقع. ذلك أن باب الترادف، اسمح لي سيدي الرئيس نكمل النقاط على وجهه. بالنسبة لتلك المترادفات أو باب الترادف مثلا الذي هو أيضا يعد مفخرة اللغة العربية عند المتغنين بها، هو في الحقيقة يندرج ضمن الدقة اللغوية. حتى وإن كان هنالك ترادف فهو من باب أن الأشياء تتميز في الدقة، جلس ليست هي قاعدة. ليست هي قاعدة، جلس وقعد ليس سيان، ليس سيان. اللغات الأجنبية عندها العم والخال شيء واحد. العربية تقسم هنالك العم وهنالك الخال. اللغة الفرنسية مثلا العم هو الخال. وهذه من دقة اللغة العربية في تسمية الأشياء، وهي قيمة لابد أن نستغلها في وضع مصطلح كبير. الاشتقاق قد سبق لي الزملاء إليه لن أعود إليه. الإيجاز أو ما يعرف بالاقتصاد اللغوي. الاقتصاد اللغوي. أستاذ عبد الرشيد وش يسموه المطار بالفرنسية؟ المطار وش يسموه بالفرنسية؟ وعباب وش معناه؟ الميناء الجوي. كأن المطار تحول إلى نتصور ميناء، والميناء موجود في البحر، ثم جوي. كلمة تالي تعبر عن شيء واحد، في حين أن اللغة العربية استعملت هذا الاسم للدلالة على الحدث اللي هو الطيران بدلا من المكان. بالضبط، صيغته اسم مكان، لكن الحدث هو الذي ربما صاغ هذا المصطلح. التعريب ايضا قيمه موجوده في اللغه العربيه، اللغه العربيه يمكنها ان تحتوي ما يطرأ عليها من الفاظ وافده، وبالمناسبه هذه الظاهره موجوده منذ القديم. حتى في القران الكريم هناك كلمات غير عربيه. كلمات عربت، كلمات فارسية ودخلت العربية فاصطبغت بخصائصها، وللغة العربية ميكانيزمات، حتى لا أقول قوة وبراعة وما إلى ذلك، أقول آليات في لغة الموضوعيين والعلم والأكاديميين، بأن للغة آليات. فنقول رسكلة، رسكلاش، دخلت العربية ونقول كمبيوتر، نكتبوها بالكاف والميم والتلفزة وغير ذلك. وفي الحقيقة هي كلها في صالح اللغة العربية، لأن اللغة العربية تستطيع أن تحوي، كما يمكن للغات الأخرى أن تحوي أيضا الكلمات العربية، يعني هنالك التعريب وهنالك الفرنسة أيضا. إيه إيه، اليوم عندنا العراق. كافي، قهوة. إيه. كيف يكون باللغة الفرنسية العربية؟ حسن، بالضبط. لكن المرجح فقط أن اللغة العربية أسبق إلى هذه ظاهرة التعريب أو احتواء العنصر الدخيل من ثقافات أخرى أو من لغات أخرى. بالنسبة لي هنالك بعض الإشكاليات حتى لا أطيل في وضع المصطلح العربي، وأعطيكم من أمثلة ربما من تخصصي وهو في الدرس اللساني. هنالك بعض المصطلحات، مصطلح مثلا الكفاءة اللغوية مثلا في التوليدية التحويلية، بلاش توليدية التحويلية، يعني ترجمت لطلابنا الكفاءة على لا كومبيتونس لينغويستيك على أساس أنها الكفاءة. وفي الحقيقة الكفاءة ليست ما يقصده تشومسكي حينما وضع مصطلح الكفاءة لدي اللغة الإنجليزية. ذلك أن الكفاءة لدينا قد تكون يعني مكتسبة. نقول هذاك العامل كفر، بمعنى أنه اكتسب جانبا من المهارة وما إلى ذلك من خلال تكرار وما إلى ذلك، لكن الذي يعنيه تشومسكي هنا إنما هو السليقة. أنا هذا المصطلح أقترحه، مصطلح السليقة أو ما سماه ابن خلدون الملكة، وهي الاستعداد الفطري الذي يجبر عليه الإنسان والذي يكون عنده القدرة فيما بعد أن يتعلم أي لسان، حطه في الصين يتعلم الصينية، حطه في الذي كان يتعلم الإنجليزية، حطه في أي مكان. العلامة اللغوية هي مصطلح تراثي موجود، هو مصطلح الدليل وقد استعمله ابن منظور. و
والملك الجني، مصطلح الدليل وهو مصطلح حقيقي بأن يحل محل مصطلح العلامة اللغوية في الحديث عن الدال والدال وما إلى ذلك. ألزم نفسي بالتوقف ها هنا، ذلك أنني لا أريد أن أشق على الإخوة الحاضرين، والوقت قد طال حقيقة وقد تأخر. شاكر للأستاذ عقاب الخير مرة أخرى على الدعوة وهذا النشاط الذي عودنا عليه. مثلا في منظومتنا التعليمية في الابتدائي، لما تدخل إلى مؤسسة ابتدائية تجد مصطلحات يستخدمها الأستاذ التعليم الابتدائي لتلاميذه. هناك بعض الأساتذة أو طلبة في الجامعة لا يفقهون تلك المصطلحات، وهنا أنادي يجب أن يكون التكاتل بين الأسرة الجامعية والأسرة الثانوية والأسرة المتوسطة والابتدائية والمفتشين. لا نلقي الجهد على فئة معينة، لأن العربية تخصنا جميعا من سبانا إلى رحيلنا من هذه الدنيا. مثلا في المرحلة المتوسطة، لقصة في المتوسط، كان أستاذ يدرسنا مادة اللغة العربية، وكنا في النظام القديم الاستنتاجات، وفي نهاية الأسبوع يطلب منا حفظ تلك الاستنتاجات، ومن لا يحفظ يأخذ عقاب، يضحي التلميذ يأخذ العقاب في آخر الأسبوع بدل أن يحفظ. كان من الواجب على الأستاذ أن يحبب لنا تلك الاستنتاجات، لا يضعنا في عقاب تضحي بالعقاب من أجل وتذهب بأمور أخرى. مثلا في ثانوية وأخصص البكالوريا، الإعراب أو اللغة يخصص لها علامة 2، تجد التلميذ يضحي يقول لك أسمع في النقطتين وأنشغل بدراسة النص أو بالوضعية الإدماجية، هذا يفسد علينا تعلم اللغة العربية. الجامعة مثلا، الجامعة كما تعلم أساتذتي الكرام دراسات أدبية ودراسات لغوية، لكن هذا عيب، لأن الأستاذ الجامعي مطالب بالأدب كما هو مطالب باللغة، فاللغوي لا يجسد لغته إلا بأسلوب أدبي، والأدبي إنتاجه يحتاج إلى لغة رصينة، لغة فيها من النحو والصرف. فمثلا الطالب تطلب منه مقاربة نص، مثلا مقاربة أسلوبية لنص معين. نحن المستويات اللغوية أو المستويات اللسانية أو مستوى صوتي وصرفي ونحوي ودلالي، وهذا يندرج ضمن اللغة وليس الأدب. أعطي مثال بالعربية ولكن بالدارجة، من تيس يبيع حليبا ومن قطيع لا يشرب كأسا، هذا مثلا أنا أعطيكم بالعربية لأنه هنا في اللغة العربية، ولكن في العامية أنا أقول لك من عتروس يحلب ومن صرعوفة ما يشربش كأس، معناها حنايا نستثمروا في لغتنا العربية. مثلا عنوان التظاهرة، المصطلح العلمي وتنمية اللغة العربية بشعار حضارتنا في لغتنا. المصطلح العلمي، اللغة العربية كي ننهض بها يجب أن نتطور علميا، فنحن مثلا تجد آلة لائحة بالإنجليزية، نضطر نحن إلى تعلم الإنجليزية والفرنسية لكي نبقاها استعمالات تلك الآلة. لو كنا نحن مكانهم ولغتنا نحن متطورين اقتصاديا، نضعهم ليتعلموا لغتنا، معناه تطور اللغة بأيدينا. يجب أن نتطور اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا، ونجعلهم يدرسون لغتنا رغم أنوفهم. أستاذي راجي تطلي وراء قال كلمة حق. لا شك.
قالت حق يا جماعة الخير أخطوكم، يا جماعة الخير والخير أخطوكم من ألف تاء، الله يرحم والديكم. أهبطوا للناس. أستاذتي الكريمة، ما كانش انقطاع اجتماعي مواقع، كاين تواصل. عمري براسك، حنا في العلوم السياسية عندنا واحد القاعدة، يقول لك الطبيعة لا تؤمن بالفارغ. راكم مخليين الفارغة تاعكم. عثمان سعدي ربي يرحمه السعيد كان معمر براسه في منصات التواصل الاجتماعي. اكتبوا للناس، ما تكتبولوش انتوما، كاين اللي يكتب لها. ما تنشرولهمش انتوما، كاين اللي ينشر لها. ما تجيش انت هنا في القاعات المغلقه وتتباكون عن اللغه العربيه. هاي الاستاذ قال كلمه مش مليحه حق الاستاذ، مش هذيك الكلمه تقول لي سكان العاصمه معظم يتكلمون بالفرنسيه، ما قال لك كذلك. احنا كنا عايشين في العاصمه. اللغه العربيه ما زالت بخير. كاين حاجه واحده برك، دائما انتم كيديروا الملتقيات، دائما اكتبوها في التوصيات تاعكم. ما هي؟ هو القران الكريم فيه 77,000 مفرده ويزيد. كي يتعلم هذا الطفل يحفظ القرآن الكريم من 3 سنين إلى 6 سنين، بدا يدخل مدرسة 77,000 مفردة. تجي الإنجليزية والله ما دير فيها حبة، تجي الفرنسوية والله ما دير فيها حبة، ويدي من لغة الأم حوالي 10,000 تقريبا كلمة. شوفوا ذاك الزاد اللي يديه التلميذ، أو ما تطيحوش في الفخ تاع بعض شي الناس يقول لك لا لا حق التلميذ خليه يلعب، ما يلعبش. 3 سنين يدخل إلى المدرسة القرآنية ولا بعثوا إلى الكتاب حصنوا، لأنك إذا حصنتهم قلت أستاذي الكريم الخير وش قلت تقرأ؟ يا أخي قلت كاين نص في الدستور الجزائري الإسلام دين الدولة، ونحن نعلم جيدا بأن الإسلام والعربية توأمان، ما ناخذوش ما تقدرش تقصوا بها عيد على عيد. هذه كلمتي اللي حبيت نقولها ببساطة جدا. خلوكم من الألف دال، من السنابلي تنحني تواضعا والفارغات رؤوسهن شوامخ. راه عقدتكم الالف داء، مانيش انا راني منكم، انا راني زميلكم، ولكن حبيت نقول لكم انا اهبطوا للناس، اهبطوا للشارع. العربيه تناديكم سيدتي. نعود هذه المره الالف، ما كانش مواقع انقطاع، هذه العولمه لكم تحكوا عليها. يا اما تتكيفوا مع العولمه، والله العظيم غير تاكلنا العولمه وتاكل اللغه تاعنا، وبعد اللغه تاعنا يجي الدين تاعنا. هذه اللي حبيت نقولها، والسلام عليكم ورحمه الله. هذا اتهام خاطئ من استاذنا زكا، لاننا ربما نترفع عن قيمنا وعن ابنائنا وعن المحيط الذي تربينا فيه ونشانا فيه. وليعلم اخي زغبة، وليعلم اخي زغبة ان الكتاب مفتوح في كل مكان، ومن اراد ان يعلم ابنه العربيه او كتاب الله عز وجل فالباب مفتوح لكل شخص. ثم ان هذه الامور ليست باستاذ او ليست بايد الاستاذ الجامعي، الاستاذ الجامعي يقدم الماده مأمور بخدمة شيء معين تقديم. هل يمكنك أن تخرج عن درسك؟ إذا خرجت عن درسك فأنت خنت الأمانة التي كل افتدت. هناك انفتاح لا 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 هناك انفتاح، نعم أستاذنا هناك انفتاح الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نناقش أستاذنا، نحن نناقش اللغة التي تكتب بها، التي يكتب بها هؤلاء على الفيسبوك. نحن لم نقل ب أو لم ندعو إلى انقطاع استخدام هذه الوسائل، نحن ندعو إلى إصلاح ما نكتب به على هذه الوسائل. كيف نتواصل بهذه الوسائل؟ ما هي الشيء الذي نوصي بعضنا بعضا لاستخدام هذه الوسائل؟ لم نقل ايضا علينا بان ننقطع عن الفيسبوك وعن تويتر وعن انستغرام، لا بالعكس، هذا انقطاع عن الحضاره، بالعكس هذه الاسلحه ان احسننا استخدامها، ان احسننا استخدامها فانها تفيد المجتمع احسن افاده. أنت تنظر إلى ربما كلامنا من زاوية أخرى. إحنا جينا هنا لخدمة العربية ولخدمة المجتمع ولخدمة أبناء المجتمع، وحاولنا أن نساهم قدر المستطاع، قدر المستطاع بما أوتينا من قوة في خدمة هذه اللغة العربية، سواء عن طريق التواصل أو وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق ما قدمناه من مداخلة. لن نكون هنا لنزايد أو لنكون أو لنقول بأننا أعلى رتبة، بل بالعكس، الفضل وكل الفضل يعود للمجتمع، والمجتمع هو الذي مكننا من الوصول الى هذا. انا كنت استاذ في المتوسط، من فتح لي الباب للوصول الى الدكتور؟ كنت استاذ في الرياضيات، شكون اللي فتح لي؟ المجتمع هو اللي فتح لي.
الاساتذه اللي في الجامعه هما اللي يفتحوا لي الباب بتشجيعهم بتقديمهم للماده. واجتهدت وصابرت، لا اقول اجتهدت وصابرت من باب المفاخره، بالعكس من باب فتح الباب امام الاخرين ان كل من اراد ان يصل فانه سيصل اليوم. وشكرا. اكتب لنا يا اخويا، اكتب لنا اكتب وش يقول لك الفيلسوف، تكلم لارائك اليوم، اكتب لارائك، اكتب على المنصات، ماشي كافية والله والله يا جميع هذا الكافي. اشرف المرسلين، سمحوا لي نقعد هنايا معليش. انا في الحقيقة يعني مانيش نحشم بروحي بصح افتح قلب روحي. أنا ما قريتش وصفيت حتى الأساتذة الابتدائي، لكن كانت عندي رغبة القراءة يعني في ذاك الوقت كانت ظروف ما تسمحش، لكن القراية حركت لي قلبي وقريت روحي بروحي، والمطالعة هي اللي قرأتني وعلمتني. وهذه القصيدة بنت الحضنة هي شعبية باللغة الدارجة بعيدا عن اللغة العربية، ولكن نقول اللهجة اللهجة العامية نقول فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بنت الحضنة بنت خيار القوم، حرة عربية نزهة رجالة، بنت الخيمة والحيك المرقوم، بنت عشر الكرم والشهامة، بنت السطرة والباس المقيوم، أصيلة وأصلها ما هي بدالة، في وصفك ابدع الخالق القيوم، بالشعر الملحون على ناسي قوالة، نمدح على عرشي وندير الملزوم، تاريخ الحضنة فن وأصالة، من بدري معروفة موقع معلوم، بين الصحراء والتنسها وهالة، لمسيلة وأغني بيها مغروم، نحيي ناسها وعرشها بكمالة، معروفة بعاداتها من قبل اليوم، من جيل لجيل نعطيك دلالة، حضنية واعية وفاهمة كل علوم، في الثورة درتي خصلات كل شي قبالة، تاريخك نعدل نجمة مرسوم، نفخر بيك يما جبت يا رجالة، قضيانك مرتب بالهمة متموم، على الزندة شمري تدخلي نوالة، من بدري وانتي حرة بالك محزوم، شخشوخة وطعام ليها فتالة، مردود بالضان يبري المسقوم، فول وهرماس عليه عوالة، كسرة من الطاجين من القمح مخدوم، حرشاية وفطير وحليب الموالة، مسطورة بالباسك حضني مقيوم، بنوار بالركبة فيه دهكالة، مسطورة بالباسك حضني مقيوم، بنوار بالركبة فيه دهكالة، واللوقة مدربي بالشدة محكوم، والمطور بيناتهم يلمع يتلالة، واللوقة مدربي بالشدة والبطروب الوانه منصوف المعلوم، من الصنع يديك متقونة في صالة، ريحية مختمة بالسلك المبروم، وسخاب العجنة بروايح فعالة، فضة مدهوقة الغالية في السوم، والمقياس والزندة يطبع الطوالة، خلخال مايل بهي مرقوم، كين حمامة في رجلك مشيت غزالة، ظريفة في كلامها يفاجي الهموم، دبارة برايها سيلة الرجالة، هذه مسيلة وناسها خيار القوم، ورجالها فرسان نعت الخيالة، الحضنة الشامخة الغالية في السوم، بلاد بوجي منين مرحبا باللي جا وسوالة، صلاة على محمد شفيع القوم، تمنا الكلام والفضل لله تعالى ويحكم. عنوانها حماقاتهم الاثيوبية. حماقات اثيوبية ماذا قلت؟ بحماقة الفتيات أفشت سرها، رسمت قلوبا آخر المنشور،
لتقول أنهما معا. يا كيدها وتروح تهدي أو وتروح تهدي بالأنا المغرور. كشفت حقيقة مليها مشتاقة ظللا تكلي فتنة ستوري. خلجاتها خببا على تعليقها عبثا تداري رقصة المسرور. طبعت على صفحاته حالاتها بتفاؤل أو غضبة مسعور. ولكي يحادثها ستبدي حجة فيصدها في مقطع مبتور. ويعود يحضرها مخافة أن ترى أو مخافة أن يرى عتبا لقلبي في أسى المفطور. هي مرة سمر ومرات ندى فظهيرة طورا فورد الجور. قلنا افتراض صداقة مشروعة فلم الوقوع الغر في المحظور. تتصورين بليدة هذه أنا كنبوءة أسمو عن المدحور. ولئن طمعت صغيرتي فلتلعبي ستري عريلي ليس بالميسور. فبخاخ كيدك اجمعي ولترحلي فنساء كل الأرض في مقدوري. وشريك روحي ليس طيرا جائعا ليروم لقط فتاتك المبذول. وهل النسور تحط في مستنقع؟ وهل الملوك تنام فوق حصيري؟ فأنا ملكة قلبه لو تعلمي وبلاط عرشي يقد من باللور. وبحب قلبي كنت قد حصنته وبذلت عمري كلما تقصيري. ومنحته فرح الحياة المشتهى أنزلته الفردوس من تأثيري. تتذكري وتدبري قولا ولا لا تدخلي حربا بلا تفكيري. سأكشر الأنياب حالا أرجري روضي سريعا دون ما تخيري. هذا ما تفعله.